هذه المناسبة أود أن أبارك للفائزين في جائزة الموقف الأدبي في دورتها الأولى، والتي جاءت بعد مصادقة المجلس الاستشاري للجائزة. أزف أجمل التهاني للفائز صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة، ولمعالي السفير المهندس عبد الله بن يحيى المعلمي الفائز بهذه الجائزة لمواقفهما المؤثرة والتي كان لها صدى على مختلف الأوساط الثقافية والإعلامية والاجتماعية، وجاءت هذه الجائزة تثمينا لمواقفهم وتكريما لما قدموه من مواقف وطنية مشرفة قدمت في قالب أدبي من خلال خطبهم وأحاديثهم، فألف مبارك لهم.